بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عواشركم مبروكة الإخوان والأخوات، عواشر مباركة. تحياتي لكم المتتبعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جيت كما قلت لكم، أنا غنرجع للمحتوى ديالي الأول، محتوى اللي كنت فيه الأول، تنبات الراندة، الكروشيه، بريسة، أي حاجة ممكن نشركها معكم. دابا نوريكم واحد الجلابة، يلا دابا أول جلابة خدمتها في هاد الفصل هذا. هذه بياسة خفيفة خفيفة، أي وحدة ممكن تخدمها. فيها أربعة الوردات بحال هادو، كاينين جوجات في الصدر وجوجات هنايا في الجليل من التحت. هادو يلاه رشمتهم، باقي ما خدمتهمش. هنايا نوريكم لكم، في وريده خفيفه هي هنايا. الجلابه راه جلاب دابا غادي يبداو يجوني مونتاج وكلشي من عند مولاهم. انايا خدمتي هي نرشم ونخدم العقيقه هكا. هنايا الزديه فيها واحد السيبوره، عقيقه طويله، دير عقيقه طويله الاسم ديال السيبوره، وجوج ديال العقيقات مكركبين هنايا في الراس ديالهم، كتسمى راس الوقيده. هنا القب نفس الخدمه، القب خدمته من اللور من القدام باش ما يبقاش ديفو هنا في الكول. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الخدمه. هذه عاود نفس الجلابه، نفس الرشمه، ماشي نفس الجلابه، يعني نفس البصاله ونفس الخدمه ونفس الرشمه. هي حتى هي باقي ما خدمتش ليها لتحت. انا دابا خدمت غير السدوره باش نوري معكم الفيديو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تبارطاجيو لينا القناه الى عجبكم المحتوى الجديد اللي باغا نبدا نخدم فيه. المهم هادشي راه ما كيطلبش زعما شي مجهود كبير، هادشي متر خفافين وفيهم الثمن. الصراحه اش كنحتاجو فيهم، اش كنحتاجو في هاد الخدمه، يعني اش كنحتاج انايا، اشنو كنخسر انايا من جيبي، كنخسر هاد لابيكال كذا بشحال، بدرهم، هذا بدرهم، رشيمه خديتها في ميكا صافي، وستيلو باش كنمشي على الرشمه، ماشي شي حاجه. ونتمنى المحتوين الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا على البارطاج وعلى لي لايك وبتعاليق زوينه. وكنشكركم دائما على حسن التتبع ديالكم ليا، وشكرا لكم بزاف، وعواشر مباركه. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله بحول الله، ونتمنى نزيد بكم القدام ان شاء الله. ماشي غير الشيء اللي بغيت نوري معكم، انا راه في يدي ما يدار الصراحه، راه شحال ديال الصنعه في يدي وكلشي، ولكن للاسف انا شنو فشلني، فشلتني المشاهده ما كايناش. وكنتمنى التوفيق من هنا القدام ان شاء الله.